لو كان العالم كله ضد دفاع صناعة التحدي من أجل الفراولة السكيكدية. صنعنا حدث ويعني درنا هذا المنتوج على الفراولة اللي هو بيو، يعني ما في حتى لا بوتاس ولا صلفات ولا حتى حاجة، يعني هو بيو جبلي، يعني نوعية رفيعة. لازمنا نطلبوا طريق ولازمنا نطلبوا تعاوننا الحكومه شويه ونخدموا حنا نخدموا نتعبوا ايه الناس كلها عايشه منا. فراوله جميله وليست مثل البيوت الكلاسيكيه بروجويات وادويه وما على باليش، وهذه شغل فرازه طبيعيه تنضج في الغابه